بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي المشاهدين اعزائي المستمعين. سهره رياضيه جديده، ملعب انتمي سبورتس، دائما ابدا معكم كل الاخبار والانفرادات والكواليس. النهارده الحقيقه الحلقه مختلفه تماما. ليه؟ لانه بكره عندنا اربع مباريات في غايه الاهميه. مباراه الاهلي مع بطل النيجر في النيجر، ومباراه الزمالك مع بطل كينيا في كينيا، ومباراه نادي بيراميدز، وايضا مباراه نادي المصري. الاربع الانديه المصريه بيلعبوا كلهم في يوم واحد وكلهم خارج مصر. الاهلي في مواجهه الحرس بطل النيجر، والزمالك في مواجهه تذكر بطل كينيا، وبيراميدز في مواجهه عزام بطل تنزانيا، واخيرا المصري، او بلاش بطل تنزانيا يعني، في الكونفدراليه، واخيرا المصري مع نادي سلطات الموارد الاوغنديه. المباراه هتكون مهمه لانه الدور ده بيبقى دمه تقيل شويه، لانه بخروج المغلوب، فما ينفعش ان احنا نفرط او نودع بطوله بدري. وكان عندنا قبل كده سوابق دمها رزل شويه من بعض فرق ضعيفه، فارجو انه الامر لا يتكرر يعني ان شاء الله. الاهلي بالتاكيد عنده مشكله، وهي غياب محمد الشناوي حارس المرمى بعد اصابته في مباراه منتخبنا الوطني مع المنتخب الليبي الشقيق، واللي انتهت بفوز منتخب مصر بثلاثيه نظيفه وتصدره المجموعه، وتقريبا شبه ضمانه الوصول الى الملحق الاخير في تصفيات كاس العالم. خلينا نتكلم بمنتهى الامانه والوضوح، يعني ما ينفعش مع كل الاحترام لليبيا والجابون وانجولا ان احنا نتكلم على منتخب يتصدر على حساب منتخب مصر من هذه المنتخبات. كل ما اتمنى وكل ما ارجو وكل ما اطلبه يعني انه احنا ازاي نفكر الفتره اللي جايه ان احنا نكسب الماتشين الجايين. صحيح مكسب واحد، ماتش واحد بيضمن لنا، لكن احنا كان عندنا حظ حلو ان افريقيا الوسطى كسبت نيجيريا في نيجيريا فخسرتها شويه نقاط. صحيح نيجيريا رجعت كسبت هناك 2-0، لكنه وانت كسبت الماتشين فبتاخد بونص اكتر، بتاخد نقاط اكتر. حاول بقدر الامكان انك تكون من الخمسه الاوائل. عارفين نظام التصفيات، 10 منتخبات، العشره بيتقسموا 5 ضد 5 طبقا للتصنيف. التصنيف الاول حتى هذه اللحظه جزائر، تونس، مغرب، السنغال، نيجيريا. احنا بعديهم. احنا التنافس بيننا وبين المنتخب النيجيري، واحنا قادرين ان احنا نسبقه. لانه بعد كده هتلاقي مثلا بوركينا فاسو مثلا، يعني هي بوركينا مع الجزائر في نفس المجموعه، ففريق واحد منهم هيوصل، لكن هتلاقي مثلا كوت ديفوار، هتلاقي الكاميرون واحد منهم هيوصل، هتلاقي مالي، يعني هتلاقي الدنيا الى حد ما ممكن تتظبط شويه. هحاول اجيب لكم كل المجموعات لان دايما بتكلم من الذاكره فبتبقى مشكله بالنسبه لي، لكنه مهم هقولها لكم حتى واحنا قاعدين يعني مع ضيفي العزيز كابتن محمد فضل اللي هيكون معانا النهارده. لكن على كيروش اللي خلاص، كيروش خد السك، خد الختم، كسب هنا وكسب هناك ولعب بفرقته وما غيرش حد، والدنيا مشيت معاه كده فل الفل وعال العال. بالنسبه للاهلي والزمالك بالتحديد في الماتشات الافريقيه، ماتشات المفروض على الورق سهله، لكن عايز اقول لك انه دايما بضرب لك مثالين مهمين جدا. مثال بريال مدريد لما خسر من فريق شريف المولدوفي في ملعبه 2-1، ومنتخب المانيا اللي خسر في ملعبه من مقدونيا الشماليه 2-1، رجع كسب 4 في مقدونيا وتاهل الى نهائي كاس العالم، لكن خد درس لا يمكن ان ينساه، وبالتالي الاهتمام والتركيز والاحترام للمنافس. الفارق شاسع بين الزمالك وتذكر، فارق شاسع بين الاهلي والحرس الوطني بطل النيجر، لكن ان شاء الله الاحترام والتقدير هيكون مهم جدا. نادي بيراميدز اللي زود من صفوفه وزود من لعيبته، صحيح مش هيلعبوا في المباراتين دول، لكنه ان شاء الله هيبقى اللي جاي افضل، وانا اعتقد انه هيكون مرشح اول للبطوله هذه المره. النادي المصري بجماهيريته وبتاريخه ان شاء الله برضه يكمل بشكل جيد باذن الله. فالنهارده هيكون معانا كابتن محمد فضل، هنتكلم كتير جدا في هذا الامر وفي فرص فرقنا المصريه بعد الدفعه القويه اللي خدناها من منتخبنا الوطني بالفوز على ليبيا ذهابا وايابا. احنا لم نخسر سوى نقطتين، تعادلنا مع الجابون في الجابون وده كان منطقي، 1-1 بهدف مصطفى محمد، ثم عدنا وفزنا على ليبيا وفزنا على عليهم مره ثانيه، وكنا فزنا على انجولا بهدف مقابل لا شيء في افتتاح المباريات، ورغم صعوبه الترتال لكن لعبتنا كانوا قدها وقدوا. ده بالنسبه لمنتخبنا الوطني وبالنسبه لفرقنا المصريه في البطولات الافريقيه. الجزء